عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لمتابعة إجراءات تقييم أداء أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تواكب شهور الصيف. أشار سويلم إلى أنه تم الاستفادة من التحديات التي واجهت المنظومة المائية في الصيف الماضي لرصد وتحديد النقاط الساخنة والتي بلغت 34 نقطة ساخنة والعمل عليها من خلال خطة زمنية عاجلة وأخرى بعيدة المدى. أضاف سويلم أن الإعداد للموسم الصيفي 2024 بدأ مع نهاية الموسم الصيفي الماضي، حيث تم عقد ورش عمل بالمحافظات ووضع خطط لحسم أي معوقات داخل الإدارات مع جدول زمني محدد للتنفيذ. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب و343 مشروعا للصرف الصحي بمحافظة الغربية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 7.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات. أشار وزير الإسكان إلى أنه جاري إنهاء وتنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الغربية بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، ويجري تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي الحضر.